تزامنا مع يوم المعلم لإحياء المناسبتين معا، يوم المعلم الفلسطيني ويوم اللغة العربية. فبالمناسبة بقول لكل المعلمين في فلسطين كافة وفي مدرسة إبراهيم الخواجة خاصة، كل عام وأنتم بخير، وعاده الله عليكم، وقد تحققت أمنيات المعلمين جميعا وأمنيات الشعب الفلسطيني بتحقيق حلمهم الفلسطيني، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. قمنا بإحياء اللغة، يوم اللغة العربية ويوم المعلم، لأن هذان اليومان تزامنا معا. فيوم اللغة العربية هو 18 من كانون الأول، ويوم المعلم هو 14 من نفس الشهر. قمنا بإحياء هذا اليوم عن طريق إقامة مسرحية عن اللغة العربية تتحدث عن النحو، قصائد. بداية بدأنا في الشهداء الذين هم تاج فوق رؤوسنا، ثم كلمات ترحيبية، ثم قصائد عن اللغة العربية وعن المعلم الذي هو نبع العطاء، له كل التحية والإكبار في هذا اليوم. احنا اليوم عملنا هذا اليوم بمناسبة يوم المعلم عشان إحياء يوم اللغة العربية، وكان المعلمات اللغة العربية مشرفات على تدريبنا وهيك. طبعا هاي يعني المناسبة راح تكون فيها كتير فعاليات، الهدف منها يعني إنه نطلع من الضغط اللي هسه فيها، خاصة إنه هسه جينا امتحانات نهائية ونفرح شوي عن حالنا. طبعا راح يكون في مسرحيات وقصائد، ويعني بيكون يتخلل فيه عن النحو وعن هيك أشياء يعني كتيرة، وإن شاء الله إنها تفيدكم وتنبسطوا كتير في اليوم هذا.